لينا، انا خلصتها. يلا يلا خلصت انا الثانية. يا دوب لحقت بابا، صار الساعة 12، هلا ما بنعود نلاقي محلات. ليش مالك حاجز انت؟ لك حاجز؟ ما بتعرف شو بصير بحجوزات المطاعم؟ شو بده يصير يعني؟ يعني بيجي له شي واحد مهم ببهدل الكرسون وبيقعد غصب عنه على طاولتنا. ايش بالدنيا فلتانة؟ هلا فلتانة مو فلتانة، خلينا نروح بلا ما يروح علينا الحجز. اللي عم بيزعجني يا مروان اني بقارن حالي بالفيل بلاقي حالي نحيفة، بقارن حالي بالغزال بلاقي حالي سمينة. ماني عارفاني انا سمينة ولا نحيفة. بسيطة، قارني حالك فيي. معناها انا غصن البان. يا ستي شكرا على هالمجاملة الحلوة، المهم هلا جاهزة. لكن لحظة لحتى اجيب الشنطاية. أبنتوا بالله على النسوان شفتي ريتهم طويلة، لك يا دوبنا نوصل للمخزن مشان نغسل السيارة. ليش لحتى تغسلها؟ ايه طبعا ما بيمشى فيها وسخة كثير. ايه معك حق. لا وبخاف من جهة ثانية يفسوا الكرسون شي 100 ليرة بضاعة يقوموا يبيعونا ويبيعوا الحجز. والله بيعملوها. يلا لحظة ما حأتأخر. جابرنا استاذ. روح هلا روح، ما بدي اشتري شيء. مشان الله بس علبه الله يخليك. لا علبه ولا علبتين، مو جاي على بالي عليك هلا. مشان الله الله يخلي لك المدام. ولك ما بتفهم انت؟ ما معي فراطه. حرام لا تصرخ بوشي اعطيه. فعلا ما معي فراطه لينا. طيب معك شي 5 ليرات بشنطتك؟ لا ماني حامله مصاري. ايه روح حبيبي هلا، روح عمو روح، ان شاء الله مره ثانيه. بس علبه مشان الله. امنتوا بالله على القصه. ولك يا ابني ما معي غير 500 ليرة. الله يخليك بس علبة. واريد طارتك ان شاء الله، العمى شو بتزن؟ خود هي 100 ليرة، عجبك هيك؟ وهي علبة مسكي. ما بدي مسكي هلا، روح من وشي. خدها منه انت الثاني. بلا ما تسيخ بهالشوب، روح عمو بقى روح. لكن خود علبة ثانية، الله يخليك. ولك ليش انا اخذت الأولانية حتى اخذ الثانية؟ روح من هون قبل ما اجيب لك الشرطة ها، امشي. خوفتني والله. العمى. ولسانه طويل كمان. ضهر الوردين للمدام استاذ. على عيني انت والمدام، بس حبيبي ما معي فراطه. الله يخليك جابرنا استاذ. الله يجبر عنك حبيبي، قلت لك ما معي مصاري، خلص غير مره ان شاء الله. خلاص غير مره. الله يخلي لك مدام. هلا بدي افهم انت ليش ما بتعمل حسابك قبل ما نطلع؟ حلوه يعني هيك ترد الورده من ايده؟ جابرنا استاذ مشان الله. ولك حبيبي روح من وشي هلا، روح فرطه بعدين. استاذ حريمك خلي لك ولادك. استغفر الله العظيم يا رب واتوب اليك. تفضل هي 100 ليره انبسطت؟ اعطيني هي الزهر. خذ لك بقى استاذ خلي لك المدام. لا حول ولا قوه الا بالله. يلا مروان يلا خلصت منك. برا استاذ عندي شوف ها حاططها ورا ان شاء الله علبه واحده بس. لك يا عمي ما بدنا محارم، قلت لك ما بدنا حبيبي عنا. جابرنا الله يخليك. روح بنوشي الله يرضى عليك، روح. شو ما بتفهم انت؟ خلي لك شبابا. امنتوا بالله على النهار. خود هي 100 ليره.
100 ليرة أنت الثاني. إيه ما في، شو عمل يعني؟ ما في. يا حبيبي على هالزباين، كأنه عم نشحت شحادة. الله يخليك عمو، لبعيد لبعيد، الله يخليك عمو. لبعيد يا ولد، عمو بس هالبي، يا ولد لبعيد، عمو الله يخليك. لا حول ولا قوة، لك منين انتوا عم تجونا انتوا دمية؟ الله يخليك، طول بالك عمو، لقيت 10 ليرات اعطيها. وي 10 ليرات يلا. فستق حلبي، فستق عاشوري مع الحلو، خذ يا زبون. فستق حلبي عمي، جرب الفستق استاذ بعجبوك. عمي الله يرضى عليك، عندي بالبيت فستق حلبي هالقد 10 كيلو امبارح شريت. هدول استاذ بس كيلو، واللي عندي بالبيت عاشوري ومال حلو. لا حول ولا قوة، لك يا ابني روح فرينا. جربون استاذ، استغفر الله العظيم يا رب ادوب لك. لك لك شو عم تحط الفستق بجيبتي؟ جربون استاذ، استاذ بس كيلو استاذ. ايه بطل تغسل بهالمغسل، بدي غيره. روح استاذ جربون، بيعجبوه كثير استاذ. بس كيلو استاذ، بس كيلو استاذ، لك عنا كثير استاذ، لك عنا بس كيلو. الله يخليك استاذ، جربون استاذ. رجع الفستقات قبل ما تمشي. استاذ اغسل لك السيارة؟ لا لا شكرا، لا تغسلها هلا، غسلناها. ها ايه عفوا استاذ، حضرتك صاحب السيارة؟ ايه انا صاحبك، شرف مع شوي هون السمعت. ممكن اعرف مين حضرتك؟ هلا بتعرف، شرف. استاذ انا عندي مشكلة، واخترتك انت بالذات لهالموضوع لانه مبين عليك اكابر وابن اصل. خير شو القصه استاذ؟ انا موظف من حلب وجاي مهمه على الشام، ولسوء حظي ضاعت شنطتي بالمكرو وفيها ورائي والمصاري. اجيت لارجع ما لقيت معي ولا وتكه، وللاسف ما بعرف حدا هون. ايه بقى اذا في مجال تساعدني وتعطيني اجره الطريق كون ممنونك، يعني الشغله انسانيه وممكن تصير مع اي واحد. ايه ايه صحيح صحيح، بس بترجاك استاذ لا تفكرني عم اشحاد او عم اتسول. لا لا معقولة، سماهم في وجوههم. تفضل 100 ليرة. بس 100؟ ما بتكفينا إيجار طريقة هاي، شو بدك أنا أروح بالهوب هوب؟ لك عمي شو بدك تطلع؟ بالطيارة؟ لا بالبولمان، بس وإيجار البولمان 125 ليرة. وما بدك حق سندويشة وفنجان قهوة بالاستراحة؟ يعني إذا ما بصير سألة. خذ خذ، دبر راسك فيها. أهلا وسهلا، تفضل بشرف. لجوا أهلا وسهلا. اهلين استاذ. اهلين وسهلين، حاجزين طاوله باسم مروان الجلاد. مزبوط، بس انتوا تاخرتوا شوي. عجبك هيك؟ هي راح علينا الحجز. على كل حال ولا يهمك، مندبركم. تفضلوا شرف، تفضل شرفوا لهون. تفضل. بس هي عليها زبون، الاخ بيكون ابن خالتي ابو هيثم. ايوه من بعد اذنك اجوا الجماعه. حاضر تفضلوا شرفي مدام. اهلا وسهلا. عفوا استاذ. نعم 100 اهلين استاذ. ايوه 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 يعطيك العافيه. شكرا شكرا. بتحبوا توصوا على شيء ولا ترتاحوا شوي؟ لا بنرتاح لبين ما يبرد عرقنا. طيب 100 اهلا وسهلا، عن اذنكم. الله معك. بوي استاذ؟ لا حبيبي لا، صباطي بوي وخالص. ان شاء الله استاذ قد ما بدك اعطيني. ولك يا حبيبي يا روحي، لا بدي بوي شي ولا بدي امسح شي، صباطي نظيف مثل المراية نظيف. ما بطول في استاذ، خمس دقايق. لك اعطيها خلصنا. ماشي الحال. خد. ايه صدقيني يا لينا اني متعكر تماما، متعكر تمام. لا انت الثاني، خذها برحابة صدر. مو قصة رحابة صدر، بس حاسس كأنه في اعتداء على حرية الشخصية من هالطفولة البريئة هي. ولك شو بدك انت الثاني؟ شايف عنا ولاد شي؟ انا ومرتي قاعدين بس بالهم واحد. الله يخليك. روح خالي ما بدنا بولين، روح شان ولادك.
ما عنا اولاد، روح خالي روح. بس بعدهم واحد مشان الله. ولك عم تقول لك ما عنا اولاد، بعدين انت بتلاقيها حلوه انه اطلع انا وياها من المطعم وحاملين بايدينا بوالين، مو حلوه ما هيك عمو؟ وليش ما عندكم اولاد؟ انت كبار. شو عم تحقق معنا كمان؟ لك يا ورد انت شو عم تساوي هون؟ كم مره قلت لك ما تفوت لهون ها؟ يلا اطلع لشوف، اطلع لبرا يلا بسرعه. قال يعني انحمق القرصون. خدي مني ما يكون هذا الولد ابنه وهو اللي دازه علينا. بتأمروا شي استاذ؟ يعني ابعث لكم المتر؟ اذا بتريد. طيب على عيني، اهلا وسهلا. مروان شبك؟ شو صار لك؟ قرصتي نحلة بمهم رجلي من فوق جرابات. بيظهر استحكمتني. استحكمتني وانا لابس شحاطة. خلص صباط استاذ. يعطيك العافية. لك بعلمي كنت جايب صباط عميل مع. شو صار له؟ هذا هو صباطي ولا مبدله؟ هذا هو استاذ. لا مو مشان شيء، بس لأنه بعرف كان لونه بني، صاير بنفسجي. خود عمي خود، يعطيك العافية. أهلا وسهلا استاذ، إن شاء الله مرتاحين. مرتاحين؟ لا لا تمام، تمام التمام. شو بتطلبوا؟ لك مروان، شوف شو عاملين لك بالسيارة. الله لا يعطي الشيطان عافية. لك مين قال لهم يغسلوها؟ لك يا أولاد، يا أولاد، مين ماسح السيارة؟ ما حدا عم يرد؟ بسيطة، أمرنا لله. وين استاذ؟ ما بدك تعطينا أجرة الغسيل؟ الله لا يعطي الشيطان عافية. مين قال لك تغسلها؟ لك هيك وسختها؟ أنا حاطط عليها 250 ليرة هلا بالمغسل. ليش وسختها؟ حبيبي أنا ما وسختها، مسحتها أنا. مين قال لك تغسلها؟ مو شايف كيف جلغمت البلور جلغمة؟ ها وهي مسحتها. ترك 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 يا عمي ترك حاجة خلاص بكفي بكفي. خود شو 25 بس؟ لك أنا قديش بدك؟ 125. ولك بالمشحم دفعت 125 ليرة والباقي بخشيش، أنت مشحم شي؟ حبيبي أنا صلي ساعتين واقف قدامها. وليش بقى؟ عم بحرس لك إياها، بدي يسرقوا الطاسات كانوا. حدا طلب منك تحرسها؟ أنا بدي إياهم يسرقوا الطاسات، أخو ما رأي شي؟ لعما أم عصا؟ حبيبي هات 100 ليرة هلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل. إيدك. عرفته؟ لا ما عرفته. هذا اللي سرق الفستقات من مغسل السيارات لفايز. امشي امشي. وقف وقف مروان، جيب لنا كم كيلو تفاح الله يرضى عليك. تكرمي. العافية. اهلين وسهلين. بديش تفاح؟ ما بنختلف، قلي كم كيلو بدك والسعر مو مشكلة. زلي 5 كيلو بس يكونوا ظراف مثل حكايتك. يا استاذ يا استاذ تعال لحظة. خليني افتح لك الفال. شكرا يا اختي ما بدي. في لك عندي بشارة، خليني افتح لك الفال. لك يا اختي ما بدي تفتحي لي شيء، الله يرضى عليكي، خليني روحي روحي. في كلام بسرك وانا شايفة بعيونك اسرار وقلبك يغلي مثل النار، خليني افتح لك الفال. مروان لا ترد عليها يا استاذ، الحكي اللي لازم قوله ما لازم تعرف بيه. يا اختي لحظة يا استاذ. راح جاهزين استاذ. ايه معلش حطهم بالسيارة، بحاسبك بعد شوي. يا استاذ الكلام بسرك، انا شايفه قدامك وادي اعوذ بالله، بس انت بيض الفال. بس انا هات ال 500 ليره وانا اختك بعون الله. لك مروان قدامك حرمه مثل الحيه، ومن وراها رح يجيك 100 بليه، في بيتك غبره وفي قدامك سفره وفي عندك رجال كبير. لك فهمت فهمت، تركيني بقى. هات ال 500 وانا اختك بعون الله. لك انا شو بدي بهال؟ لا تفترض لا تعترض، نص المبلغ للاسياد ونصه الثاني للاولاد، بيض الفال. لك شبك لزقت عنده ما كنت تجي، ما عم تسمعني؟ معليش الحق علي يا زينه، انا عم بيض له الفال، وجوزك سيد الرجال، لا عينه بترف ولا بيدور ولا بيلف. وانت متضايقه من اهله، بيضي الفال يا صبيه. روحي من وشي بلا سخافه، نحن ما بنآمن بهيك شغلات. شبك لزقت عنده فرد لزقه؟ أنا لزقت فيها؟ شو فكرتيني يعني؟ بعمري مالي شايف نوريات؟ هي اللي لزقت فيي. إيه صدقتك، يعني أنت ما كان بدك. دخلك بديش بلفتك؟ بألف ليرة. الله لا يوفقها، إيه لو كنت سايح ما أخذت منك كل هالقد. التفاح هذا أستاذ. مروان، لسه إجرك عم تجعى؟ كتير، لأنه ورماني ولبست الصباط فوقه. طيب رح جيب لك سنتوم لحتى تفركها. خير لسه هلا فتنا.
خير يا أختي. دخيلك يا أستاذ، خي بده عملية بدي تساعدوني، أنا جاي من شمال الشرقي، دخيلكم يستر عليكم. السبت فات والحد فات وبعد بكرة يوم التلات، يوم التلات معاد حبيبي، معاد حبيبي. تعال شوف لهون، تعال شوف وين فايتك طمغم على المطبخ، وين اللي شو؟ خير يا بي، بدك شي؟ شو هذا اللي حامله بيدها؟ امي وصلتني عنية زيت كاز. هلا شو بدها امك؟ شو بدها امك بزيت كاز من وش الصبح؟ شو بدها يعني؟ شو بيعرفني؟ لك يخرب عقلها هالمرة، شو مبحتره؟ من وش الصبح بتفز على صرف المصاري؟ ما بتقدر، ما بتقدر، تنعل بتمرض اذا مر شي صباح وما صرفت فيه مصاري. لغطي القنينة انت تاني، غطي القنينة. بيطيها زيت كاز، حقه مصاري مو ببلاش. بشو بدي غطيها؟ بشو بدك تغطيها؟ اقعد على المطبخ ابان، اقعد على المطبخ وغطي القنينة بشي فنينة ابان. ولا وينها؟ انت الك اصبع مثلنا ولا ما لك اصبع؟ الك اصبع، اتحاش اصبعتك بتم القنينة. بيطيها زيت كاز، حضر، حقه مصاري، تطلع. حاضر. عظيم ما شاء الله عليك، شو موجب ومؤدب. حاضر. ابن عبيد، يا ابن عبيد، لك عندي فطور. ايه اجيت. ابي سديها قوام احسن ما يطير الزيت كازات. هات لشوف، هات حكم اذا طار منها شوي بيطير عقل ابوك. منين جبتها انت؟ من عند ابو قاسم. لك ام رامز، وين الفطور؟ شو صار فيك؟ طلع على ثاني شعب. ايه يلا يلا جاي. ليش هيك انت باجوقك عريض؟ خود امي خود، ودي السفرة وأنا بالحاك بالحليبات. روح لشوف أمي، روح. الله يرضى عليك. صرت اكل تنتين. بتتدبر معك امي، دبرها خود. يسلموا ماما. ماما؟ شو هي ماما؟ طول عمرك بتقول لي ياما. هيك علموكم بالمدارس تقبرني؟ لك شو ما عندك مدرسة انت اليوم؟ ما عندي. قوم تطلع على مدرستك، حاجتك اكل عرق السقف. يو اسمعوا على السمعة، خلي الصبي ياكله لقمتين قبل ما يروح. مالك شايفني شلون ذهنه مطمس من كتر الاكل؟ تركها البطيخة، تركها البطيخة من ايدك، تسعى مدرسة خلصنا بقى. أنو بطيخة؟ قصدي بيضة. أنو بيضة؟ هي ها؟ العمى بلبو، حدا بياكل بيضة بلقمة وحدة؟ بتعرفوا قديش كرتونة البيض حقها اليوم يا سيد رامز؟ يو، شو بعرفه؟ معلوم ما بيعرف، لأنه لو بيعرف ما كان أكل البيضة بلقمة وحدة. ليكو التاني ليكو، يعني إذا أكلها بلقمتين بيرخص حقها؟ بدكم شي؟ أنا رايح على المدرسة. استنى لشو؟ الموجه بعث لي خبر حتى أروح لعنده على المدرسة، بتعرف شو بده مني؟ بجوز بده يتشكرك لأنك خلفتني. تقبر قلبي شو مهضوم يا رامز، ليكون بده يعطيه شي مرحة. أي مرحة بمرحة؟ هذا وشو مش مرحة؟ قوم تيسر على مدرستك، قوم بعد شوي أنا بلحقك، قوم يلا خلصني. خاطركم. الله معك. الله معك تقبرني. أخذ بيضة ثانية. ما في خواص. رخو الحليب، رخو خلطي ما يجي انت.
ما مدت ايدي عليه، غليته مثل ما هو. مغشوش، حليب مغشوش. لك 100 مرة أنا قلت لي غيري الدكنجي، غيري الدكنجي، غيري الدكنجي، ما كنت تغيري، هيك مخك أنت، لأمك، ما بدك. صرت مغيرة 20 دكنجي، كله أضرب من بعضه. صرنا بآخر وقت يا عم رامز، صرنا بآخر وقت، ما في كلام منه. شو عرفك؟ مبينة من هالغش اللي حوالينا. فظاعة ما عاد حدا استحى، ولا عاد حدا ارتدع، وصار الغش حولنا وحوالينا، فوقنا وتحتنا. ولك الحليب واللبن عم يكسروهم بالمي، عم يكسروهم. زيت الزيتون عم يخلطوه بزيت إلي. لك البنزين، لا تروحي بعيد ام رامز، البنزين عم يخلطوه زيت كاز، والزيت كاز وين ما صب نص المي. البن مخلوط بقضامه محمصه، الزعتر كله خبز، يابس ومطحون كمان. لك البندوره عم يعطوها هرمونات حتى تكبر، والفرازيج عم يدقوها ابر مي ليزيد وزنها، والبطيخ. هلا رح تفتح لي نفس الموشح تبع كل يوم؟ يعني نحن شو طالع بايدنا نعمل؟ فعلا يا ام رامز، فعلا ما بيطلع بايدنا نعمل شيء. لك بايام زمان كان الغشاش يضربطوه بنص السوق، وتمرق هالناس وتبزق عليه. الا كان الغشاش الله ما بيحبه بعد اسمه، ولازم يتعاقب وينردع. عم اقول لك، لك انا عم اقول لك حلاوه ما لاقي، والله ما لاقي. إيه لك، لك حلاوه شاميه. إيه لك معمل سعاده اخي يهودي عنا. إيه لك شرش حلاوه اصلي وطحينه ملوكيه. اي والله. إيه لك اخي، هي غلطتك انت، لكان غلطتي انت. تقطع شيء ما تقطع إيه؟ راح تحكم لما بتدوقها. انا راح ابعث لك عيني محفوظي. ايه، واكيد راح تدعي لي. وينك ابو عبدو؟ الله يرضى عليك، بكي بتبعتي محفوظي هال1000 ليرة اللي بقيت مع حساب الجمعية الماضية. ايه بحساب عني. بعد يومين؟ ايه مو مشكلة، بعد يومين يعني. ايه قال لي ابو عبد الله معك مع السلامة. يا فوزي، وين يا فوزي؟ نعم معلم. شو عم تسوي جوا انت؟ عم باجي العجنة معلم. اترك كل شيء ميلك، تعال هون اوامي، اوان تعال هون. حاضر. نور معلم. تاخذ لي هالعينه من هالطبقه جديده لابو عبد العربيني. ابو عبد العربيني؟ ايه ايه ايه. جارنا، عرفنا حلو؟ ايه ايه بعرفه معلم. ايه روح مثل طي طايره هوا، توصل له الطبقه هي وترجع. لا تروح هيك وهيك، روح هيك وهيك لانه انت. حاضر معلم. كمان؟ حاضر. ابواب الله يطعيك ابواب. ابو عبد العربيني. اهلين رامي. السلام عليكم. عليكم السلام. وكيف؟ لك شو مساوي انت؟ انت شو مساوي يا؟ شو مساوي؟ ما مساوي شيء. ما مساوي شيء؟ بتعرف اني انا اليوم رحت على المدرسه تاعك، رحت على المدرسه تاعك وشفت الموجه؟ بتعرف الموجه شو قال لي؟ بتعرف؟ منين بدي اعرف؟ طبعا ما بتعرف، كلكم خشم لما 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 بتقع بالزلم. كمشوك كمش اليد وبالجرم المشهود وانت عم تغش بالمذاكره. الله وكيلك ما دخلني، رفيقي اللي قدامي اللي حش راشيته من تحت المقعد. وعلى فرض وعلى فرض انه هو اللي حش لك راشيته. انت ليش لحتى تفتحها؟ إيه ما بدي اعرف شو فيها. ولك انا اللي 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 شو بتكفى بالدنيا؟ بهالدنيا كلياتها شو بتكفى انت بابا؟ بقول لك الغش والغشاشين يا اخي، ما بحبهم وعم بدعي لربي ليل نهار ينجينا من الغش والغشاشين، يخرب بيتك. الله وكيلك يا يابي، والله اساتذه كلهم متحططين علي وعم ينطروني على وحده. متحططين عليه؟ اساتذه هلا هلا ملا وغيرك يتعططوا عليه؟ حطوا حطامك الهي قدامك حطوه. يا فوزي تعال لك هون، تعال. خير معلم. خذ الحبله وربط لي الغشاء جوا على المعجنه، على المعجنه اربطه. خير ان شاء الله. شو عامل؟ عم يغش بالامتحان. بسيطه معلم، انا بتشفع له المره. لك شو اللي شفع له؟ خلاص ولا قسما بالله بربطك جنبه انت الثاني. ها لا دخيلك يا معلم. امشي. اوعى فوزي، ها تندم عم اقول لك اوعى. امشي. اشرف رمز افندي، شرف. لا يا فوزي، لا وين الصحبه؟ لك اعطيني هالمحروستين. لك شو؟ لا تقص حبيب، لا تقص، بعدين بقول له لأبي انك عم تاكل كل يوم كيلو حلاوي. ها والله شو عم تعمل؟ عود حبيبي، عود على الكرسي. كلكم علي ما ناوني، حتى انت يا فوزي. لك عن جد والله كان عن مزاج. انا برجيك. وعد فوزي، وعد، ها وعد، فكوا قسم بالله العظيم، قسم بالله العظيم يعني فكوا فكرات، لا تفكوا. حاضر معلم، حاضر. شو هالظلم هاد يا؟
شو انا اول واحد بغش بالامتحان؟ ام رميز ام رميز. نعم. شو نمتي؟ ايه نمت. قومي لكان الله يرضى عليكي، نطي على المطبخ جيبي لي كاسة مي. يو عم بقول لك انا نايمة. لك شلون نايمة؟ شلون نايمة وعم تحكي معي لكا؟ يعني بعمرك ما سمعت عن وحدة بتحكي وهي نايمة؟ انا عم بحكي وانا نايمة. هلا رح تقومي على المطبخ ولا شلون؟ لا مالي قايمة. وليش بقى مالك قايمة؟ لاني انا زعلانة. زعلانة على ابني اللي حش لي اياه بالمعمل دون شفقة ولا رحمة. شلون لك قلت تتركه هنيك؟ شلون؟ يا لطيف يا لطيف شو قلبك قاسي؟ بيستاهل لانه غشاش. اذا كان وانا اكره شيء عليه بهالدنيا، شو اكره شيء عليه بهالدنيا؟ الغش والغشاشين. بكرههم للغشاشين. انا بخليه يتربى من صغره احسن له. هلا لانه تنقل له كلمتين بالمذاكره صار مجرم وغشاش؟ هلا هيك انا هيك اخته انتي؟ اخته لمرائي؟ لا ماني اخت مرائك. اذا هيك تفضل لحالك روح على المطبخ اشرب لكان. ايه بقوم؟ ليش لحتى ما اقوم يعني شو رح يصير لي يعني؟ رح تطلع لي الغولة بالمطبخ؟ الحمد لله يلي مالي مكرسح بلادي اعرج، بس تضرب حاجة الرجال للمرة تضرب ما بشعر. يا عم هذا الوسطى، النظرة ده عم يدري ليه ما بتهيئ، والله العظيم انا مش بحاجة، ابعد وسط الله شوف. وين بس تطول؟ زماني بدنا ندور على خلص لاخوي حاطط مساكن هوني. امرمز امرمز دخيلك الحقيني يا امرمز. استبريني الحقيني. نار سيخ نار مفاتح لي. شو شربت؟ لا حدا يدحني، لا تدحيني منوب. لا حدا يدحى؟ ليش مين في غيري بالبيت؟ ابنك محبوس بالمعمل الله يعينه. لك قل لي شو شربت؟ زيت كاز. شو بدي اشرب يعني؟ ابعت لي حمى على هالنزوة. انا حالي كاز على الطاولة بالمطبخ بالنهار وهي على قلبي يا ابو رامز. دبريني بعدين بسامحك. يلا رح اركض جيب الاسعاف. انا اوعك كل شيء للاسعاف. اوعك ها لا حدا يطلب لي سيارة الاسعاف. بموت دغري اذا شوف سيارة الاسعاف. لا حدا يسعفني منوب. مين الحدا؟ ليش في غيري وغيرك هون؟ الله يعينه ابنك ملحوش بالمعمل لحاله ولي على قلبي ان شاء الله. ابو رميز ولا طربت الدياتي شو بدي اعمل؟ اركضي على راس حالك. فيق الدكتور كمال وجيبي له هون اوامي. الدكتور كمال مسافر برات البلد. راح اموت يا ابو رميز. لساتك واقفه هون؟ ابو رميز دخيلك دبريني. ابو رميز يا ربي شو بدي اعمل؟ لو كان ابننا رامز هون كان نقلنا 100 حل. لك قومي اركضي على شي صيدليه وجيبي لي شي دواء. يا مصاريني حاسس راح يطبطعوا. طيب وشلون بدي روح لحالي بنصاص الليالي على الصيدليات؟ مين رح يخطفك يعني؟ خلصيني رح اموت. يلا رح احط شي واقع على بدني واركض. ها ام رامز اذا رجعتي من برا بلقيتيني مسلمه. بعيد الشر عنك. شو هالحكي هاد؟ اسمعي شو عم اقول لك. اذا رجعتي ولقيتيني نافخه بتاخذي من ابو عبد العربيني 1000 ليره بقياني اللي معه فرق حساب، وبتاخذي من ابو معروف 2300 ليرة حلاوة. فهمتي؟ يا عالم يا ناس شوفوا انا بشو هو بشو. يعطيك العافية يا اخي دخينك الحقني. جوزي شرب زيت الكاس بدل المي ومعدته عم تفور وتغلي. يعني شو بتريدي؟ شو بتحبي نعطيه؟ بدي تعطيني دواء مشان ما يتسمم بزيت الكاس. وليش ما اسعفتي يا اختي؟ ما رضي يا اخي ما رضي. جوزي من زمور الاسعاف بغوطين ومن شوفة السيارة تبع الاسعاف بصفرين. ماشي الحال طولي بالك شوي.
يا اخي الله يخليك عجل شوي، شو عم تقرا هلا؟ طولي بالك، انت نسياني اني انا صيدلي مو دكتور، ما لازم نعرف بالضبط شو لازم ياخذ. الله يجزيك الخير، بس عجل شوي يا اخي الله يخليك، تعرف شو عم يبحث بالاراضي ويفرك من معدته ومصارينه على ولد، اخ معدتي، اخ مصاريني. الو مرحبا، يعطيك العافيه دكتور. بدي اسالك سؤال الله يخليك، هلا اذا واحد شرب زيت كاس شو لازم نعطاه؟ ايه ايوه شو هالحكي؟ ايوه لا لانه انا كنت بدي اعطيه مقيئ. طيب يعطيك العافيه، يعطيك العافيه يا اهلي. طمني الله يخليك، شو قال؟ عم بيقول انه ما في ضروره للمقيئ، لو اعطيناه كان ضربه الرئه. شو كان لازم نعطيه لكان؟ ما في داعي ابدا، اذا ما صار معه مضاعفات ما في داعي لاي شيء، زيت الكاز بينظف المعده وبيقتل الدود، معه دود شيء. ايه شو بعرفني؟ شو انا قاعد بمعدته؟ شايفتك قاعد؟ ليش لحتى ما اقعد؟ ليش يعني لازم ضل واقف يعني؟ لا يعني ما صار لك شيء؟ لا ما صار لي شيء، شو بده يصير لي يعني؟ والزيت كاس اللي شربته؟ ما اثر فيني. دخلك انت منين شريتيها هي انينة الزيت كاس؟ هلا لشو السؤال هذا؟ منين بدي اشتري زيت كاس يعني؟ من عند ابو قاسم؟ انا برشيد هالغشاش ابو قاسم. بتعرفي ليش ما صار لي شيء بعد ما كرعت نص انينة الزيت كاس؟ ليش ما صار لك شيء؟ لانه مغشوشه نص مي، بس هيك حكمه الله. الله بعد يسمه بده يكشفه للغشاش. انا برجيك يا ابو قاسم، اذا بكره ما جبت له التموين والصحه ولجنه مكافحه الغش وخرفت له بيته بكون اسمي ابو عابد. صباح الخير. الو خيرات. بسيطه، حسابك عندي. لك انا شو دخلني؟ اذا المعلم هيك بده. هلا صار ما دخلك ما؟ بسيطة. إذا ما بفسد عليك لأبي إنك كل يوم عم تاكل كيلو حلاوي، ما بيكون اسمي رامز. يعني رح تروح على النار لو تركت الحبلة ملخية شوي ما؟ ضميري ما طاوعني. مينو هاد؟ يلا رامز، يلا. يلا على مدرستك أكيد، وحاجة بربدة بقى، ويا ويلك إذا خشيت مرة ثانية، يا ويلك. ماشي حالك. بسيطة. بخليه ينفعك. ايه مين وين؟ ضميرك حكيت لي عنه قبل شوي. الله معك، مع السلامه يا فوزي. تعال معلمي. تعال اقول لشو، تعال عود قدامي. خير معلم. لك اخ يا فوزي، شو لك شو الدنيا هي؟ الناس صايره مجبوله بالغش جبل. بتصدق اني امبارح بالذات امبارحه شربت نص انيلة زيت كاز وما صار لي شيء؟ شو الحكي؟ ما صار لي شيء، عم بقول لك مغشوشه طلعت مغشوشه. عجبك على الحكي؟ معقول ما صار لك شيء؟ لك مثل ما عمل لك ما صار لي شيء؟ لكني قدامك انا اخ، بس الواحد بهالدنيا ما عاد يامن لشيء بنوب. انا بعرف حسابي معك يا ابو قاسم، بعرفه. بسيطه معلم بسيطه، المهم الحمد لله على سلامتك. ايه سيدي، شو بدك تفطرنا اليوم؟ شو رايك معلمي بمناقيش زعتر مع برات شاي؟ لا ما بدي مناقيش بزعتر، انا مناقيش بزعتر. الزيت اللي عم يحطوه مع الزعتر مو مزبوط، مغشوش، عم تصيبني حرقه منه معدتي. ايه طيب، شو رايك بصحن فول مرتب مع رغيفين مشروحين وبصلتين تازه؟ لكن المشكله انه اللي عم يحطوا للفول عم يحطوا له مبيض مشان يفتح لونه، وكربونا حتى يستوي بسرعه، وملح الليمون بدل الليمون، وزيت نخب عاشر بدل زيت الزيتون الصافي. بقى شلون بدي امن اكل صحن فول من السوق؟ ما بامن. مزبوط طبعا معلمي، ما بيتامن. معناته معلم ما لنا غير نعمل شويه شرحات ونحطهم على رغيفين عجين بهالفرن. لا سيدي لا، ما بدي لحمه شرحات. شو لحمه شرحات انت تعني؟ ما بدي لحمه شرحات. تعرف ليش؟ لانه اللحم يلي بالسوق كله لحم بيلا واناتي. شو بدي امي باب؟ ابصر شو عم يحطوا كمان معه، ابصر. طيب معناته هلا شو بدك تفطر مع مين؟ شو بدي افطر؟ والله احسن شيء افطر حلاوي.
حلاوة. ايه حلاوة، ليش مستغرب كل هالقد يعني؟ لا لا والله ماني مستغرب عني. اصبح لو محط لك صحن حلاوة مرتب من الطبخة الجديدة. عود بقضى وين رايح؟ نط قوام لعند ابو محدين جيب لي علبة من عنده. شو ما سمعت لسا؟ لا 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 سمعت معلمي سمعت. إيه بس معقول اطلع لبرا جيب لك حلاوة ونحن عنا معمل حلاوة جوا؟ طب شو بدك يا شغلة انت؟ انت 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 شو بدك يا شغلة؟ اعمل القوام نطلع اعمل لك قوام قوام. حاضر معلمي. اشو مجنون انا حتى اكل من الحلاوة تبعي؟ شغل معملي؟ ما جنيت لسا.